السلام عليكم أصدقائي أصدقاء قناة شهاب الفضائية. لقاءات تتجدد معاكم، ولقاءنا اليوم هو عبارة عن جزء من سيرة الإمام علي بن الحسين الإمام زين العابدين عليه السلام. نبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى. أصدقائي، الإمام علي بن الحسين المعروف بزين العابدين والسجاد وسيد الساجدين وألقاب ومسميات كبيرة ورائعة. الإمام علي بن الإمام الحسين عليه السلام الملقب بزين العابدين هو رابع الأئمة المعصومين، ولد في الخامس من شعبان لعام 38 هجرية. والدته اسمها شاهزنان. هل تعلمون أصدقائي أنه كان حاضر في معركة الطف، واللي استشهد فيها والد الإمام الحسين وأهل بيته عليهم وعليه السلام؟ لكن شاء الله سبحانه وتعالى أنه الإمام زين العابدين مرض شديد جدا، فلم يشارك في القتال حتى يستمر نسل الإمامة. فلم يأذن الإمام الحسين للإمام زين العابدين بالقتال، لأنه كان وصيته أنه يبقى في الخيام ويخلف الإمام الحسين في الإمامة بعد هذه المعركة. وتولى أمر المسلمين بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. تحمل الإمام زين العابدين عليه السلام الهموم الكبيرة والعظيمة. الإمام زين العابدين عليه السلام حضر معركة الطف وشاف أهوالها وكيف استشهد أبو عبد الله الحسين وأولاده وأصحابه عليهم السلام. كذلك استشهد معاه بعض من النساء وحتى الأطفال. وبعد أن انتهت المعركة رافق موكب السبايا للشام، وكلنا سمعنا وقرينا عن ما حصل في السبي من أحداث قاسية. نذهب الآن إلى فاصل قصير وبعدها نعود لتكملة مسيرة الإمام زين العابدين عليه السلام. الإمام السجاد عليه السلام مرض شديد جدا، وكان يشهد معركة أبيه الإمام الحسين عليه السلام. بعدين صار أسير هو وما بقي من الأحياء من النساء والأطفال. وبذلك كتب أعظم سيرة لنفس الطاهرة، وهي سيرة الصبر على البلاء والشجاعة في مواجهة الأعداء، خاصة أنه لم يسكت في قصر يزيد، وألقى على مسامع يزيد لعنة الله عليه ومسامع حاشيته المجرمة خطبة شهيرة. طبعا خطبة طويلة جدا، والكلام اللي كان بيها كلام قوي ومهين. وجه الإمام زين العابدين إلى الملعون يزيد وإلى الناس جميعا أقوى خطبة. راح أتكلم بجزء صغير من هذه الخطبة اللي تقول: يا أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسباحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار محمدا، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سبطا هذه الأمة. من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أحبائي، هسه أسولف لكم ماذا فعل الإمام زين العابدين من رجع من السبي والأسر للمدينة. بس خلينا نطلع الفاصل وبعدها راح أسولف لكم. رجعنا لكم أصدقائي. من رجع الإمام زين العابدين مع السبايا إلى المدينة المنورة وعرف الناس بما حدث لأبيه الإمام الحسين عليه السلام، شعر عنده المؤمنين تسرب في نفسهم اليأس والإحباط، وصارت انحرافات أخلاقية كثيرة في المجتمع بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام. فشعر الإمام السجاد بالخطر على العقيدة الإسلامية، فبدأ هنا برحلة ومسيرة لاستجماع قوى المؤمنين وبث روح الإيمان والأمل في نفوسهم.
وكانت مهمته إعداد الناس، إعداد نفسي وعقيدي. من أهم أعماله كانت في هذه الفترة هي العمل على العقيدة. ومع أنه بعض اللي نقلوا أنه الإمام كان دائم البكاء على ما حدث لعائلته الشريفة من قتل وتنكيل، لكن طبعا هذا مو كله صحيح. هذا به ظلم لمسيرة الإمام زين العابدين عليه السلام. نعم كان الإمام زين العابدين مثقل بالأحزان، وكان أيضا يبكي عندما يستذكر ما حدث لأبيه وعائلته عليهم السلام، كما أنه أيضا لقب بسيد الساجدين لكثرة سجوده. لكن الإمام علي بن الحسين السجاد عليه السلام كان إمام ميداني. تعرفون يعني شنو إمام ميداني؟ يعني يؤدي عمله كإمام عالم، وهو ما بين الناس يعرف كل ما يدور حوله من مشاكل اجتماعية، وما كان يعانيه المجتمع من تراجع في درجات الإيمان بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. فكان يعمل بكل قواه على تصحيح ما شوه الأعداء من مبادئ الدين الإسلامي، وتوضيح صورة التضحية العظيمة اللي قدمها الإمام الحسين عندما ثار على حكم الطاغية يزيد بالكلمة والسلاح، وشون الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه واجهوا الجيش الأموي المجرم. أصدقاء الإمام زين العابدين كان يعمل ليل نهار، فكان بالليل مشغول بتوزيع الصدقات في السر على الفقراء والمحتاجين بدون أن يكشف عن وجهه أو حتى أي أحد يعرف من الناس شخصيته الحقيقية. كان يساعدهم لأنه كان يحب أنه يحافظ على كرامة المؤمن. أحبائي، سيرة الإمام زين العابدين عليه السلام تفيض بالجهاد والعلم والأخلاق الكريمة. أحبتي الصغار، أكو بقية لهذه السيرة المباركة. أوعدكم يا أحبائي الصغار أنه ألتقيكم في حلقات أخرى حتى نستعرض حياة الإمام زين العابدين عليه السلام. دمتم أحبائي في أمان الله وحفظه، ونلتقي مرة أخرى في هذا البرنامج من كربلاء.